جدا معايا البرنسس البرنسيسه بيسا. يا اهلا. اهلا بيها. اقول لك ببيسا ولا زي ما انت عايزه؟ يعني بصي لو ببيسا اقول لك اهلا بيكي، منورانا والله. شيء ربنا يخليكي على برنسيسه دي. يعني عايز اقول لك على حاجه، ما ينفعش يبقى في برنسس غير مي عز الدين. يعني انت جمهورك كله بيقول لك برنسس، فكان لازم يكون المسلسل اسمه برنسيسه بيسا. يا رب بس يعجبهم يا رب. طب سكسكه مش هتنسى ان المسلسل اسمه البرنسيسه بيسا؟ يا زعلانه. زعلانه اوريدي. يعني هي قالت كلمة في قناة الحياة، ولما هتسمعيها هتلاقيها متعصبة قوي انه اسمه البرنسيسة بيسا. يعني هتلاقيها وقفت كده، يعني جاية تقول استنوني على قناة الحياة، وبعدين وقفت كده عند بيسا، وبعدين كملت. انتظروني انا لوحدي في مسلسل البرنسيسة بيسا على قناة الحياة حصري، يعني اكسكلوسيف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سكسك ماشي ماشي ماشي. مي المجهود كبير جدا جدا في المسلسل ده، ومن اول ما نزل التيزر بتاع سكسكه محدش كان عارف مي. الحمد لله. كنت حاسه بايه والناس كلها مش عارفه هي دي مين؟ كنت فرحانه، فرحانه قوي، لان هو ده اللي كان نفسي فيه، هو ده اللي كنت بشتغل عليه، هو ده اللي كنت بحاول اوصل له. فلما حصل اكيد كنت مبسوطه قوي قوي. الشخصيه دي صعبه وبتوطيتها، وهي ماشيه متقتبه سنه، ده غير طبعا الميك اب بتاعها، غير لبسها، غير طريقه كلامها. عشان مي تدخل في سكسكه بتاخد منك وقت قد ايه؟ سكسكه بتاخد ميك اب 4 ساعات. يا خبر ابيض. بس وانس ان انا عملت الميك اب بتاعها ولبستها، خلاص بتيجي بقى حركتها وروحها وطريقتها بتطلع مني على طول. بس هي متعبه فوق مخيلك ممكن تصور. اولا بتحرر بجنون، اقسم بالله انا بحرف، يعني بحس بحر في الشخصيه دي قد التخينه اللي كنت عاملاها في حبيبي نائما وايظنه. يعني شوفي الجسم اللي كان معايا انا هنا مش جسم كده قوي، يعني في بطن بس معموله وصدر كده وبتاع، بس لا بتحرر بطريقه غريبه. يعني دي حاجه. الحاجه التانية مشكلتي فيها انها عصبيه، فهي نفس ومجهود، ولما بتبقي حرانة فبتخرجي من المشهد حتى لو تعصبت جملة لو عدتيه بتبقي تعبانة جدا. فلا هي متعبة، وبعدين فيها شدة أعصاب بزيادة، فما بخلصها آخر اليوم بحس إن أنا كل جسمي سايب. مي ده اللي بيعمل شخصية واحدة في مسلسل في رمضان بيبقى يا عيني ربنا معاه وبيبقى تعبان جدا. ما تعملي أكتر من شخصية، أنت عملتيها قبل كده في فيلم بس كان سينما، السينما أكيد طبعا غير الفيديو. ده مجهود كبير جدا في رمضان ومغامرة. هي حقيقة. ما عشان كده يعني يا رب يا رب مستنية بس يعني أطمن أنه عجب الناس، لأنه فعلا فيديو غير السينما. تاني حاجة هو مجهود طبعا، بس هو لما بتحبي الشخصيات بتقعي بقى في غرامها خلاص، وبتبقي حابة اللي انت بتعملي، تعبها بيهون، تبقي فرحانة. طب احنا عرفنا سكسكة عصبية، بيسا أخبارها ايه؟ يعني بصي أصل هي حفيدتها على فكرة، فيعني عصبية دبل يعني. شفتي؟ مش فاهمة. وعلى فكرة ده اللي متعب. حتى لو في ممثل بيعمل شخصيتين كتير قوي، هتلاقيه بيحاول يعمل واحدة هادية والتانية عصبية. صح. أو شانه هيقوم ايه. على فكرة ده مش بس بيبقى اختلاف، هو بيريح نفسه عشان تانية بتبقى واحدة متعبة قوي، فعلى الأقل واحدة تبقى أهدى ياخد شوي نفسه يعني. أنا الاتنين متعبين، الاتنين عصبيين فوق مخيلك ممكن تسقط. والله زرزارة. يعني عيلة صعبة قوي. احنا عارفين بيسا بيحصل لها زي ايه، نقلة شقلبة كده مع أمير المصري. يعني احنا مش هنحرق المسلسل، بس هنقول حاجة صغنونة كده، بيحصل لها نقلة. بس أنا اللي أقدر أكده إن هي عندها مرحلتين، نقدر نقول ثلاثة كمان. احنا دلوقتي دي في الحارة بتاعت السكسكة؟ لا، ولا واحد فينا. ولا واحد فيهم؟ يا مي والله العظيم، والله يا شيخ مش هكذب عليكي، والله يا شيخ لا فعلا مش حارة حد فينا. انا عارفه ان في واحده فيهم بقت بتنافسك على السوشيال ميديا دلوقتي، صح؟ سكسك سكسك. انا ملاحظه السكسك عامله مود مع الناس حلوه قوي. يعني على فكره بصي، خلي بالك انت بتكلميني انا لابسه بيسا، صح؟ وبنتكلم على سكسك. بس الارحم لو شفتي غيره سكسكه طبعا. انت مش فاهمه يعني تتعصب قوي لو جبتي سيره بيسا ولا لا. هي فعلا عامله رد فعل حلو قوي على السوشيال ميديا، وانا مبسوطه قوي ان الاكونت بتاعها بيجري قوي كده، صح؟ ومبسوطه ان الناس حابينها وهي لسه ما شافوهاش غير في بوستر.
على فكره هي لغايه دلوقتي ما قالتش غير وحشتوني يا ولاد الايه. يعني اسم بس عارفه احنا مفتقدين الكاركترز دي يعني كله قاعد يقول ايه. انا بدل ما كنت بروح اشوف كاركتر زي دي في السينما وكله في يعني حتى في ناس قالت لك ايه فيها من قطاطه شويه. انت عارفه برده قطاطه كانت الناس متعلقه بيها بس انا عارفه انها مختلفه كومبليتلي عن قطاطه. انا ما طولش بقى زي محمد سعد اصلا يعني ده نجم وجمالها يا ربي. وقطاطه شخصيه ما تتعوضش برده. لا دي سكه تانية خالص. وانا بحاول على بنوته الكوميدي. الكوميدي مهم جدا. في ناس شايفه ان الحصان الرابع في رمضان السنه دي هيكون الكوميدي. انت شايفه ايه؟ يا رب. على فكره ملهاش يعني ملهاش مش ما فيش قانون. يعني كتير قوي في سنين كتير قوي في مسلسلات جد ودراما تقيله ونجحت جدا نجحت اكتر من الباقي كله. وفي في سنين بيبقى المشاهد نفسه يعني حابب الكوميدي او في مسلسل كوميدي معين اكل معاه اكتر من التاني كده. ماي انت الورقه اخد منك وقت قد ايه يعني اخدتي قرار بنتي سبيسه ايه؟ ما خدش بصراحه. والبركه في مؤلفين المسلسل ده مصطفى وفاروق بجد ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم. مؤلفين جمل قوي 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 دماغهم حلوه جدا ودمهم زي السكر. وبجد كانوا بيجوا عاملين اللي في دماغي واكتر من غير ما انا اقول حاجه. انا ما اتدخلتش كتير على فكره ابدا في الورق بل بالعكس يعني اقدر اقول ما اتدخلتش خالص الحقيقه. انا يا دوب قعدنا قعده اولى اول ما جينا نحط يعني العظم الرئيسي للموضوع وبعد كده خلاص. وما شاء الله عليهم في ايقاعهم واسلوب كتابتهم ودمهم لا 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 انا حباهم فوق مخالج ممكن تصور. وبعدين انا اصلا حباهم على المستوى الشخصي كمان. دول بقوا بالنسبه لي اخواتي يعني نضاف من جوه وطيبين. انا عايزه اقول حاجه شهاده للحق في مي مفيش حد اشتغل معاها غير ما شكر فيها ومفيش حد اشتغل معاها غير ما بيحب دايما يشتغل معاكي. دايما يقولوا لي مي بتركز في التفاصيل. مي هاديه مع انها بتبقى مركزه وبتبقى قلقانه من العمل لكن هي بتبقى حابه العمل وعايزه تعمله وعايزه تعلي كل الناس اللي معاها. لو هنتكلم على النجوم اللي مشاركينك في العمل فرحانه بيهم كلهم. طبعا النجمه بوسي على راسي تاني عمل بينا وانا بعشقها. ما ده قصدي اللي بيحبك دايما بيشتغل معاكي بيحبك بيبقى عايز يشتغل معاكي على طول بعد كده. الحمد لله. وانا اصلا انتي برضو يا مي بتكوني وش السعد على ناس كتير. الحمد لله ربنا بيكرمنا مع بعض. يعني تقدري تقولي ممكن يبقى يعني حظنا بيجي مع بعض كده وربنا بيكرمنا مع بعض. فاستاذه بوسي طبعا انا مبسوطه قوي بشتغل معاها تاني مره. أمير مصري أنا كان نفسي يعمل حاجة في مصر بقاله كتير ما عملش حاجة. على فكرة هو عايش في لندن وهو عامل مؤخرا الفيلم بتاعه أريبيان ووريور. وعلى فكرة هو عمل خطوة جامدة جدا على السوشيال ميديا عشان كده بقول لكم هي جميلة. يعني هي انت بتفرحي للناس قوي يا مي. أصلها خطوة كبيرة قوي. شيرين ده متصدر أفيش في ما شاء الله بره بره مش 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 فيلم عربي هو. فدي حاجة ما وصلهاش حد على فكرة. احنا لما أي نجم بيعمل دور صغير قد كده فأي حاجة بره بيبقى موضوع بنفرح بيه. ما بالك هو البطل. فما شاء الله عليه ربنا يحميه يعني وعامل أعمال كتير هناك وعايش هناك. بس أنا كان نفسي برضو يبقى بيرد على مصر من وقت للتاني وبيعمل حاجة يعني يبقى ظاهر هنا برضو. فأنا مبسوطة قوي إنه هو معنا. أنا أصلا كنت بموت فيه من أول من فيلم رمضان مبروك مع النجم أستاذ هنيدي. انا عن نفسي مبسوطه قوي ان هو معانا وهو بني ادم جميل كمان على المستوى الشخصي. وكل النجوم اللي معايا انور انا في منتهى السعاده ان انا بشتغل مع انور لان انور صاحبي اصلا على المستوى الشخصي وانا بموت فيه. وبجد هو دمه زي العسل. وعلى فكره حصل لي حاجه غريبه قوي مع انور ما بتحصليش. انا ما عنديش ارتجال. هو بيعرف يرتجل كويس عشان هو كوميديان بيشتغل مسرح. معايا بلاقي نفسي بشتغل اوتوماتيك عادي كده ودي حاجه لا كل الناس. بصي انا مش عايزه انسى حد وسامحوني لو انا ما ذكرتش حد بس اصل الكاست كله انا مبسوطه بيه وعلى راسي من فوق منورني يعني. بيسا قمر في الحقيقه وعلى الشاشه وجميله ودايما مي بتحب تطلعي لنا من غير ميك اب وبتبقى زي ما زي القمر وبالميك اب ومن غير ميك اب. انت دايما نمسك الخشب ما شاء الله عليكي بتبقي زي القمر سكسكه تعباكي انا عارفه بتحط لها ميك اب كتير. هتقعد معاكي الشخصيات لغايه امتى؟ هتصوري لغايه امتى في رمضان؟
ممكن اسبوع بعد رمضان، 10 ايام بعد رمضان او اسبوع ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه، وهتنوري شبكه تلفزيون حياه في رمضان طبعا، البرنسيسه بيسا، وهنشوف سكسكه، وهنشوف بيسا. وعايزه اقول لكم بيسا هيحصل لها نقلات كتيره قوي. بيسا اللي انتم شايفينها بلبسها ده، لا انتوا هتشوفوا حاجات تانية خالص وتفاصيل تانية خالص مش هنتكلم يعني. بيسا هتعدي هتعدي سكسكه ان شاء الله. استنوا بس شوفوها والله. مش عارفه مش مديني فرصه ليه يعني، هما ما اتفرجوش عليا، لو اتفرجوا عليا بعدين احكموا علي ولا شريك. ايوه بقى خلاص. رمضان كريم ورمضان يقربنا على الحياه. يا رب ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه يا شيخ. وانت طيبه حبيبي.